الدكتور مدحت طه مسؤول ملف الرئاسة عند السيد الرئيس محمود عباس. طبعا السيد الرئيس من اول يوم الاحداث اوعز لوزارة الصحة وللرئاسة وللهلال الاحمر بالذهاب الى قطاع غزة وللوقوف جنبا الى جنب الى في شعبنا العظيم. طبعا من اول يوم تم ارسال مساعدات طبية ومستلزمات طبية والاتصالات جارية الان مع جميع الدول الشقيقة. طبعا السيد الرئيس حريص جدا على ان تصل كل ما يلزم الى القطاع واخراج كل الجرحى الذين بحاجه الى علاج، وها هم كل يوم بيصلوا حوالي من 6 إلى 10 جرحى ويتوزعوا الى المستشفيات في شقيقة مصر. انا بدور انتهز كل التحيه والشكر نيابه عن السيد الرئيس لجمهوريه مصر شعبا وحكومه على هذا الجهد العظيم. حقيقه كل شيء سهل وكل شيء ميسر وسهل، والان يوجد هناك تنسيق على مدار 24 ساعه مع كل المستشفيات لاستقبال وارسال الجرحى.